سلام سلام ان شاء الله راكم كامل ملاح وان شاء الله تلقاكم في لا فيديو تاع اليوم كامل بخير ويكون نهاركم هني وطيب ذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله زول فلاوان ان شاء الله حق لكم في خير ان شاء الله لا فيديو بوسيقي أكون تفوك حاجة هنا ان شاء الله اسقي دي خدمه خدمي وان لا وسط المسمن خلا خلا غيدي انا لم يا خماند لا وسط المسمن غادي سيدا زيد آه بارطاجي وان يا يعني ناس لي ديتاي يعني اكن آه اكن سهل شغله وندس سهل زعما خطر المسمن خلاتي تقادن ان شاء الله يا باوند عجب ما تعجبها وند لا فيديو يقني جميل جام اكلو كومونتاري دي انكوراجي كيما قلت لكم البنات الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا معايا وصفه تاع مسمن على بالي بلي آه كان بنات يعني اللي يجيهم واعر شويه سورتو كي تعجنوا كل شيء آه صافي قلت راح نشارك معكم وبطريقه بزاف بزاف سهله ومليحه ليسونسيال بنات هنايا كيما راكو تشوفوا يعني الحاجه الاولى راح نبداو بريباري في العجينه تاعنا انا هنايا كنت في العشيه كيما يعني راهي بان لكم نورمالمون كنا في الليل ونوط قلت راح يعني نشمخ في المسمن ومن بعد هكاك كنا نوضوس في الصبيحة راح نبدا ونعجنو وبيان العجن العجين عجنو شغل نعجنو كي نعجنوه شغل نعجنوه هكا كي يقيس خمسة دقايق الى سبعة دقايق ويجينا شغل سوا سوا على خاطر الطريقه اللي نديروها هذه هي شغل نشمخوه في الليل ومن بعد في الصبيحه و... كي نوضو نعجنوه ونبريباريوه كلشي اهنا بالنسبه للمقادير كما شفتو يعني عندنا زوج كيلا تاع سميد متوسط مع كيله تاع فرينه درتهم كامل في الجفنه كما راكو تشوفو بالنسبه للكيله ديروا اللي حبيتوها آه، أم بعد هنايا راح نخلط كل شيء يعني نخلطوا الفرينه مع السميد كما راه يبان لكم و راح نجيبوا الملح الملح حس، آه، راح نديروا حسب الذوق يعني آه، عندكم ميزانكم هنايا كما راكم تشوفوا يعني على حسب الكميه اللي درتها درت هذه الكميه تاع الملح فوالا من بعد راح نبدا نشمخ بالماء الماء يكون عادي ما يكون دافئ ما يكون بارد يعني ما عادي راح نشمخو كامل العجينه تاعنا كما راكو تشوفو هنايا بيان راح نعجنوها يعني راح يعني العجينه لازم تكون طريه بزاف بزاف لازم يعني تشمخ بيان ماشي ما تشمخوها وتكون شويه يابسه ولا لازم يعني تتشمخ بيان ناخذ ناتح هذه سرخ سرخصم يعني حجوجي شي تخطر تخطى الماز اخطر سميدني الفاريناني اتسوك ماني اسكاني يا برمات كم تكون تدي ياسي سهجه مليح هنا البنات كيما قلت لكم يعني شمخوه مليح شمخوه يتشمخ يكون طري وكل شيء انا هنا كنت نوري لكم مي بصح نورمالمون راح يكون طري اكثر من اللي اكثر آه من, من هذا لازم يكون طري يعني اكثر منه بزاف على خاطر يما كي نضت في صباحا على خاطر كنت يعني شمختو وحدي وكل شيء في الليل ومن بعد كي نضت يما ولقاتو هكاك قالت لي لازم تشمخيه مليح على خاطر السميد راح يتشرب الفرينه راح تتشرب ومن بعد كي تنوضي في الصبيحة كي تعجنيه راح يجيك ساهل بزاف مي بصح انايا يعني هذا الشيء اللي دارته في الليل شغل ما شمختوش من ما درتلوش بزاف من الماء بصح انايا راني نوصيكم ونقولكم ديروا له الماء يتشمخ بيان ويكون طري مليح هنا كي تلحقوا لهاد المرحله راح نخبيوه في الفريجيدير داخل الصاشيه صاشيه الشفافه الصاشيه هذيك تاع الخبز راح نديرو ليله كامله في الفريجيدير ومن بعد في الصبيحه كي نوضو راح نحيوه ونبداو نعجنوا فيه <applause> هنايا آه هنايا كنا في الصبيحة نص لقيت يعني شوية واعر باش نعجنو كلشي على خطأ ما شمختوش بزاف حبيت نشارك معكم أخطائي لدرتهم يعني اللي في هذه العجينة درت أخطاء يعني كثيرة كثيرة صافي أه لازم يعني تاخذوها بعين الاعتبار ولا كيفاش نقول لكم و... وما تديوش الغلطة اللي درتها هنايا قلت لكم كي تشمخوه لازم تشمخوه مليح فولا. انا يا صافي انا هنا لازم نزيد شويه من الماء لازم هكا باش يعني يطرى وكل شيء لقيت واحد ناكون تد دي... لي فوطي خدمه تنا... هنا سنتي له نتي تقرا ايوا كل وليت كون مسيني مثال لي فوطي كي خدمه تو انا كي كميت كاع صبحني صافي لا كوكو سا نو غمان اي جا ادمار يغى دوك لا حجوجيه سينو سينو سن... دي تفرا لانتيجه صافي بلي جا سا مي كون مثيا كي كنت الدنيا اذا يجاق... الا قثم ديتني الا قد سخم يسخم ثمن سخلا خنم ثمن خلا د فهمت سكني سوا وكلشي فوالا دقي ثورا قريا سانو غمان سولا رسولت من عصا وحيد حامض ادن ميحامي نغضا نغضا لاباط النية في السين انت تسانو شطح بو من انك سانو ما مي بار كونطرا جو كان ثورا غي سخديما غا اماني سوا سوا تقاضني صبحني ما تكرا خمسة دقايق قاسي داجنا كان هيد دقوي كان خمسة دقايق قاسي دافغي هكا الله الله هنا البنات كما قلت لكم لو كان ما درتش الغلطه في, في هذيك الليله يعني لو كان زعما شمختو بيان جامي نعجنو يعني المده هذه هنا طولت شويه عليه طولت زدت في الماء وكل شيء حتى طرا وكل شيء مي بار كونط لو كان زعما درتو يعني بيان لا لا خمسة دقائق نكمل منه نعجنو خمسة دقائق وسيبو ومن بعد هنا بعد ما يعني آه تشرب بيان العجينه تاعنا تشربت بيان وكل شيء لاباط تاعنا ولات تليس من الفوق من الفوق وكل شيء راني جيت باش نبدا ونقرصو في, في العجينه تاعنا احنا الحاجه الاولى حكمت السنيوه دهنتها بالزيت النباتي ومن راح نبدا ونقرصو في العجينه بيان لازم الحبات يكونوا صغار شويه هكا باش آآ آآ باش المسمن تاعكم راح يجي رقيق ومورق للداخل وكل شيء يعني هذا هو سر النجاح المسمن فوالا باقي في حدايا كي كنتي دنيا مثل شوك داين سي بون غورثي وكلي فقداش كي اي فور دوك سوفلا لي سو كلشي سوا غوك اول ني سوا بيان اسكم صغتو ولا السفونية ثلاث تواليمس <applause> ديجا فهم زوات دهنوك شنيوانيس الزيت صونكو ومن بعد تكون مسختي ولا سفوني ياك يعني يدق يدق تي فونينا ديال تمشطح مشطح شطح هو كان ادي فغ المسمني رقيق شحال شي واحد يتفغ هذا انا مليح خطر ازور انا درت المد الفك درت المد جوك يا هالا لقيت ثورا قريب بعد الزيت تمرت ا سانو دان شطو حن زيت انسونغو بيان سور وين يسحان خلا غن زيت تمرت ياخي مو كل زيت تمرت سي با بلي زيت انسونغو هنا البنات كيما قلت لكم هنا الا عندكم زيت الزيتون ديرو كامل زيت الزيتون مبصح إذا إيه الا ما عندكمش يعني عندكم هيك بارك شويه خلطوا بين الزيت الزيتون مع الزيت النباتي ومن بعد راح تبداو تنحيو في الحبات تاع الحبات تاع المسمن ونديروهم للداخل مبصح هنايا يحب لو كان يعني ديروا ديروا الحبة تاع العجينه هذه ديروهم في ديال باش يشدوا روحهم بيان ومن بعد كي قريب كي يقرب هكا باش تبداو تطبخو فيه تنحيو شويه تنحيو بشويه بشويه من الفاجده سورتو سورتو إلى كان الحل يعني سخون دروك هنايا يا يما يعني عندها الطريقه هذه تاع تح... تاع هذاك الكوفير الكوفير تاع الكاط تاع لي كادو فوالا يعني درتو هكاك على شكل مربع وكبير وكل شيء باش تدير القيس تاع المسمن راكو تشوفوا فيها و أه ومن بعد باش يجيها سهل وتاني كما المسمنات راح يجيو كامل كامل متساويين الحجم وراح يخرجوا بزاف شابين هنا رانا يعني بدينا باللولين راح نديرو بيبر 20 حبه تاع 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 وجه واحد ولا كيفاش نقول لكم يجيو نبوز ما في و وين يصحي وين بصقاتور تمسمن النيسان كان يونبوذم ومن بعد دنا يعطي وكنا أنا رتيقي يا رداخوز زا مد بوضغا لا بارتي يقول تفغاهم كاتي تفهم يون بوهم سين يقولهم وني المهم <<hesitation>> هنا البنات إن شاء الله فهمتوني قلتلكم بلي أه راح نديرو بوبري عشرة حبات لولين تاع المسمن تاع أه وجه واحد ولا كيفاش نقولكم بالقبيلية على خاطر هكا لو كان نترجمها من القبيلية العربية هذه هي يعني ترجمة صحيحة من بصح ما بليش كيفاش نقولها سوا 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 بالعربية يعني. المهم بالنسبة للطاجين دانا هذا الطاجين آه بيان سور من تحت دانا تاني كهكك دانا طاجين شغل سميك شوية باش يعني باش السخانة هذيك ما تطلعش ديراكتومون للطاجين سينو راح يتحرق كامل المسمن تاعنا لقيت حنا كنا كنت دني أنا داك كي فضاج نتسود تاع تزولان ايوا كنا تاليا لو كنت مسني ديريكت مور روضا روضا جينيكوشان سوب سينو شوجا الدارك الدارك نو ديالو كل مسمني سورتو غادي قارداونت انا بيان سو سي مسات دي تجمع آه خفيفا بالنسبه لنا لازم تكون متوسطه تروح شويه للخفيفه <applause> <applause> ومن بعد هنايا بعد ما كملنا يعني هذوك الحبات اللولين تاع المسمن قلت لكم تاع وجه واحد راح نعاودو ونزيدو يعني نديرو الحبات اللي طيبناهم ونديرهم داخل حب حبه واحدة اخرى ها راكو تشوفوا هنايا يما رايح حلت حبه تاع العجينه ومن بعد راح تجيب المسمن اللي طيبناه ونحطوها من الفوق كما راكو تشوفو ومن بعد نبداو نطبقو يعني من من الجوايه راكو شفتو يعني آه كيفاش درتو يما ومن بعد كي نغلقو عليها كامل راح نديروها تطيب بيان سور قلت لكم النار راهي تبان لكم هنايا النار كيفاش دايره مي بصح هنايا قلت لكم باللي دير طاجين واحد من تحت يكون سميك شويه هكاك باش النار ما تطلعش ديريكتو من الطاجين للطاجين وين آه آه راح نطيبو باش يطيب يعني على نار خفيفه ويطيب بيان وكل شيء يتحمر وكل شيء شغل ماشي يتحرق يتحمر هنا كل ما تطيبوا حبه لازم تغطيوها لازم تغطيوها هكا باش ما ما ما, ما تيبسلناش ذاك في حياتك نكون تدينا غير قد من فيها صغوم من تمس في منيني سينو سينو كنت كنت قارو و جام و كل شيء سعنتو <applause> كل شيء جامو كل شيء

ليسونسييل البنات كما قلت لكم هذا هو المسمن تاعنا في الاخير كيف خرج يعني خرج بزاف يعني الشباب وكل شيء يعني طاب كامل من الاطراف وثاني ما عندوش ما عندوش الاطراف هذوك السميكين ولا كيفاش نفهم نفهم لكم إما لوش واش الى هنا لحقنا لا تاع فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله ما تنساونيش ديروا لي جيم تانيك ثاني راح يشجعني نقولكم باي باي مع السلامه